أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا أيها الإخوة في مجالس التفسير والمدارسة في هذا اليوم، المجلس الثالث. قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما زال الحديث أيها الإخوة في رعاية الله وعنايته ببني آدم، بعد أن ذكر الله تعالى لهم ابتلاء أبيهم آدم عليه السلام وإغواء الشيطان له وإخراجه من الجنة، فأراد الله عز وجل أن يجعل لبني آدم إشارات وإشعارات وبصائر يهتدون بها ليحذروا من كيد الشيطان ووسوسته وسبيله. هنا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما مناسبة هذه الآيات؟ مناسبتها كما أشرت لكم أن هي الآية في الأصل، قبل أن نذكر مناسبتها وسببها، الأصل أن الآية تشير إلى وجوب أخذ الزينة واللباس في المساجد. والزينة هنا ما المقصود بها؟ نعم، الزينة الواجبة. الأصل أن الزينة الواجبة، فاللباس يعتبر بهذا زينة في أصله، زينة، ليس كما يعني يتبادر إلى ذهن الناس اليوم أن الزينة هي ما زاد على الأمر اللازم الواجب. فاللباس كله في موضع الزينة. لكن التعبير هنا أيها الإخوة له دلالات، وقبل أن نذكر دلالات الآية نذكر مناسبة الآية. الآية واردة في سياق إبطال ما كان عليه المشركون من إبداء سوآتهم وأمرهم بالتعري في بيت الله عز وجل لمن طاف بالبيت من غير قريش، ممن لم يكن له لباس يلبسه. حتى النساء كانت تتعرى، وكانت النساء تطوف ليلاً حتى لا تظهر سوءتها. انظروا إلى أي مدى وصل به الانحطاط عند قريش. ولعلهم أرادوا بذلك أن يظهروا كرامتهم عند القبائل العرب وتميزهم. ولا شك يا أخوان الكرام أن إخراج السوءة هو أعظم ما يبين يعني سوءة ابن آدم وسفول منزلته. ولا شك أن الزينة موضع كرام، فمقابلها أن عدم الزينة موضع إهانة، فأرادوا بذلك إظهار كرامتهم على العرب، فاخترعوا واختلقوا هذا الأمر من عند أنفسهم. ولذلك قالوا: والله أمرنا بها افتراء. فهنا أبطل الله عملهم فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد، وقوله عند كل مسجد ليشمل البيت الحرام وما
أحدثوه فيه. ونأخذ من هذه الآية أيها الإخوة مشروعية أخذ الزينة في المساجد، ليس فقط أخذ الزينة الواجبة بل أخذ الزينة الظاهرة، وليس المقصود بأخذ الزينة الظاهرة بمعنى السرف والترف في اللباس، لا. ولهذا قال ولا تسرفوا، الإسراف هنا في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا شامل لللباس والأكل والشرب، فإنه قال سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف شامل أيها الإخوة لللباس. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. فالسرف الزينة الخارجة عن حدود الشرع سرف، كلباس الشهرة والإسبال ونحو ذلك، كل هذا من السرف والشهرة المذمومة. لكن هنا سؤال إخواني الكرام، هو ما مناسبة ذكر الأكل والشرب هنا في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما علاقة الأكل والشرب باللباس؟ أو ما المناسب من ذكر الأكل والشرب هنا؟ سم لا، لعله أدل يعني من وجه آخر. لاحظوا السياق يتحدث عن حال المشركين وإبطال ما كانوا عليه أو إبطال المظاهر التي هي مخالفة لأمر الله وشرعه. سم نعم، لكن مش علاقة اللباس والزينة في المساجد بالأكل والشرب؟ هذا السؤال أجيب عليه بأن الله عز وجل أراد هنا أن يبطل ما كان عليه المشركون من تحليل أو تحريم ما أحل الله، وتحليل وتحريم ما أحل الله، فهم قد أحلوا ما حرم الله بأمرهم بتعري في الطواف بالبيت، وفي الأكل والشرب حرموا ما أحل الله من مثل ماذا؟ في الأنعام. ما الدليل؟ ما الآية التي تدل على ذلك؟ نعم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه حرموها مما لم يحرمها الله. فالله عز وجل يقول لا تأتوا بالحكم من عند أنفسكم في أعمالكم في أكل وشرب وزينة ولباس، امتثلوا ما أمر الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الله تعالى بعد ذلك قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لاحظوا هذا الرد، فالآية، وهذا أسلوب من أساليب القرآن، أنه إذا أراد بيان شيء بيّن الأمر وما يمكن أن يلتبس بالأمر ويرتبط به، فيعم الحكم كل ما يتعلق بهذا الأمر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميتة البحر، قال البحر هو طهور ماءه والحل ميتته، فبين الحكم وزيادة حكم على ذلك ليبين ما يلتبس بهذا الأمر كله. فهنا الله عز وجل ذكر الأكل والشرب بعد اللباس لتعلقه بابن آدم من حيث التنعم والترفه والإكرام الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يجوز لهم أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله. وذكر بعضهم، وإن كنت الحقيقة يعني في هذا لكن من بعد ذكر، يقولون أن الأكل والشرب بعد الصلاة لأن أولى، من حيث أن الأكل قبل الصلاة يشغل الإنسان ويثقله. وعلى كل حال هذا ما أدري هل هو يثبت يعني صحيا من حيث
طبيعة الوجبات الأكل أو نحوه، وإنما ذكره بعض المعاصرين. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأكد الله عز وجل بالنهي عن الإسراف بأن هذا الحال لا يحبه الله، وهذا مبالغة في النهي عن الإسراف. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحذر من الإسراف، والإسراف لا حد له، يعني لا ليس له حد ظاهر واضح، وإنما هو مرتبط بكل ما هو خارج من حدود حاجة الإنسان. فمثلا يقول: ما هي حدود الأكل من الطيبات؟ ما هو حد الإسراف؟ لا نستطيع أن نقول والله من أكل أكثر من 7 تمرات فهو مسرف، أو من أكل أكثر من 3 وجبات في اليوم فهو مسرف. ذلك تحديد مما لا يحدده الله، لكن كل ما كان فيه خارج من حدود حاجة الإنسان وقيامه فيخشى عليه بقدره. قد يكون حد الإسراف في بدايته مباحاً ونهايته محرم. والإسراف أيها الإخوة أنواع، من الإسراف الواقع في هذا ولا تسرفوا، أي لا أعطونا أنتم أنواعه. يدخل فيه الزيادة في الأكل والشرب على حاجة، ويدخل في الإسراف تعدي ما أحل الله، يعني من الإسراف الأكل محرمات، فشرب الخمر إسراف لأنه خارج مما أمر الله عز وجل. ومن الإسراف أيضا، نعم من الإسراف، ها يا أحسنت، تعدد الأصناف ترفا لا حاجة. ونخشى أن يكون من هذا مظاهر الولائم الكبيرة التي تكون عند الناس، التي اللي يكون فيها المائدة فيها أكثر من 20 صنفا، يخشى أن يقع أن يكون ذلك، لأن هذا كله من الزيادة. فأنواع مثلا المقبلات 10، وأنواع اللحوم 5، وأنواع، لا شك أن هذا أيها الإخوة مما ينبغي الحذر منه والحيطة. فيدخل من هذا الباب من حيث أنه زيادة على حاجة الناس. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. هذه يا إخوان الكرام الآية هي جامعة المحرمات، آية جامعة للمحرمات التي حرمها الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج، عفوا الآية التي بعدها، لكن هذه إباحة لله من الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. الزينة والطيبات حكم الله عز وجل، ليس لابن آدم أن يقول هذا حلال فيها أو حرام. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كيف هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأنتم ترون أن هذه الزينة والطيبات يشترك فيها المسلمون والكافرون؟ فكيف هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ من يبين هذا؟ هي للذين آمنوا مباحة من الله، لأنها تعينهم على طاعة الله، فهم غير مسؤولين عنها إذا كانت عونا لهم عن طاعة الله، عونا لهم على طاعة الله، لكنها ليست مباحة للكافرين ليستمتعوا بها على الكفر ومعصية الله. أرأيتم المعنى؟ قل هي للذين آمنوا الذين يستعينون بها على طاعة الله، وهي ليست للكافرين الذين يستمتعون بها ويتقوون فيها على معصية الله. إذن فإن الكافرين محاسبون، مسؤولون عن هذا النعيم الذي يتنعمونه، فضلاً عن سؤالهم عن الشرك ومعصية الله والمعاصي التي يقترفونها عياذا بالله. أرأيتم عظم أمر الكفر وجرمه وعقابه؟ لا يسأل الكافر فقط عن كفره ولا عن معصيته ولا عن جرائمه وطغيانه وصد عن سبيله، بل يسأل عن حياته ومتعته، كل ذلك سيسأل عنه. ولهذا إخواني الكرام نأخذ من هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن يستحضر أن هذه الزينة، هذا اللباس وهذا الأكل والشرب، هو مما يريد الإنسان به الاستعانة على طاعة الله، فإن استعان به على معصية الله فسيكون وبالا عليه يوم القيامة، سيسأل عنه.
عند الله. قال الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا انظروا أيضا الآية السورة فيها تفصيل، وقد جاءت الآية بهذا وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون في نفس السورة، مما يؤكد أن هذه السورة فيها تفصيلات وآيات بينات وحجج للمؤمنين وللكافرين. ثم قال الله في الآية الجامعة للمحرمات: قل من حرم زينة الله، قل إنما حرم ربي. ماذا حرم ربي؟ الفواحش. والفاحش هو كل ما عظم من الإثم، الفاحش هو كل ما عظم من الإثم، هو إثم لكنه عظائم الإثم، ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش الظاهرة وما هي الفواحش الباطنة؟ ما هي الفواحش الظاهرة؟ قال ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش الظاهرة وما هي الفواحش الباطنة؟ نعم إخواني، الفواحش الظاهرة مثل الزنا وشرب الخمور، ظاهرة، كل أكثر الفواحش ظاهرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. والفواحش الباطنة ما مثل ماذا؟ النفاق والرياء والحقد والحسد، كل هذا فاحش، يعني عمل فاحش كبير وعظيم مترتب عليها عقاب. فالله عز وجل حرم ذلك كله، الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة. وقال بعضهم أن الباطنة يدخل فيها الفواحش التي لا تظهر، مثل السرقة. السرقة ليست ظاهرة يعني تراه يسرق، الغالب في الأمر السرقة، بل هو جل السرقة خفاء، فيدخل في هذا. وعلى كل حال فالآية الشاملة لذلك كله. قال الله عز وجل: والإثم. ما الفرق بين الفواحش والإثم؟ الفرق أن الإثم أعم من الفواحش، فيدخل فيها الفواحش، لكن الله عز وجل خصها تعظيما لها وتأكيدا عليها وتحذيرا من اقترافها، ثم أدخلها أو ثم ضمنها الإثم، فهو كل ما مخالفة لأمر الله عز وجل واقتراف لما نهى الله عنه. والبغي بغير الحق، البغي هو التعدي، ويدخل فيه تعدي على أموال الناس، سرقة أموالهم، والتعدي عليهم ظلما والغصب، غصب أموالهم ونحو ذلك. ويدخل فيه البغي بغير الحق أيضا، يعني الاقتراف المعاصي يدخل في ذلك من وجه، وإن كان دخوله في الفواحش والآثام أولى. ثم قال الله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم ينزل فيه آية، وليس هناك شيئا يشرك مع الله عز وجل أنزل الله فيه آية، وإنما أراد الله عز وجل هنا يقول من باب إكبار الأمر وتعظيمه وتشنيعه، فيقول: كيف تعبدون وتشركون مع الله ما ليس لكم فيه دليل وحجة وبرهان من ربكم؟ كيف تفعلون ذلك والله خلقكم، هو الذي خلقكم لعبادته، ثم تشركون به وليس لكم، ثم تشركون معه أحد وليس لكم آية أو سلطان ودليل؟ ذلك والله عظيم. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدخل في ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل، تحليل ما حرم الله، والقول على الله بغير علم بأن هذا حكم الله أو هذا أمر الله، والفتية بغير حق، وبيان كتاب الله عز وجل بغير علم، كل ذلك من القول على الله بغير علم. هذه الآية جامعة المحرمات، فكل محرم هو داخل في هذه الآية، فما أعظمها من آية يا إخوة، وهي القصد والغرض فيها هو إقامة الحجة على الكافرين وتفصيل الحكم لهم وبيان الأمر. ولهذا قال: وكذلك نفصل الآيات. لاحظ أنه سبقها قوله مباشرة: وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن كنتم تعلمون، خطاب للمشركين،
فاعلموا أن هذه التي تفعلونها من الفواحش. فهم وقعوا في الفواحش الظاهرة والباطنة، وقعوا في الإثم، وقعوا في البغي، وقعوا في الإشراك، ووقعوا في القول على الله بغير علم، كما سبق في ذكر حكم قضية التعري في الطواف. ثم ذكر الله عز وجل إشعاراً لهؤلاء ولابن آدم جميعاً بمحطتهم الأخيرة ونهايتهم، ولكل أمة أجل، فاحذروا لا تغريكم الدنيا وتطغوا فيها، فاعلموا أن لكم أجل. والآية هنا دالة على أجل الأمة كلها، لا أجل الفرد فقط، بل كأنها إشارة إلى إهلاكهم جميعا، كأنها إشارة إلى إهلاكهم جميعا، كأن الله يقول إن تماديتم وخالفتم أمر الله فإن ذلك مؤذن بعقوبة عامة لكم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كأن في هذا إشارة وتهديد وتخويف للمشركين أن انتقام الله تعالى وساعة الانتقام والعقاب. ثم عاد السياق مرة أخرى في خطاب بني آدم مرة أخرى، مرة رابعة: يا بني آدم، ذكرهم الله عز وجل بما دلهم عليه من الرسل وأنزله عليه من الكتب ليؤمنوا. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. والقصص هنا يعني بيانها وتفصيلها، فانظروا أيضا السورة يعني كأن فيها تفاصيل، وهي كذلك: فمن اتقى وأصلح. لاحظوا جمع بين الاتقاء والإصلاح. اتقى ماذا؟ ما حرم الله، وأصلح في امتثال ما أمر الله تعالى، وهو يعني جامع للخير والبر كله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون فيما مضى. لا خوف عليهم في مستقبلهم ولا حزن عليهم في المستقبل في الماضي. من هم؟ من اتقى وأصلح. وكلما حقق الإنسان التقوى والإصلاح حقق الله تعالى له عدم الخوف وعدم الحزن. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا تهديد وعيد للمكذبين والمستكبرين. لاحظوا كلمة واستكبروا عنها، ما سر الإتيان الاستكبار هنا؟ مع أنه أيضا سيأتي في آية أخرى الإشارة إلى من شابه من إبليس المستكبر، يعني من اختار طريق الشيطان بالاستكبار على الحق وأمر الله والامتثال لأمر الله. قال الله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما زالت الآية مستمرة في سياقها: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب الله عليهم في اللوح المحفوظ عنده من عقاب أو عذاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني سينالهم عقابهم إن في الدنيا أو في الآخرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ساعة الاحتضار قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبين الله عز وجل، يصور لهم الحال وماذا سيكون تبصيرا لهم وتفصيلا وبيانا. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا في يوم القيامة حين يحكم الله على أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. يقول الله عز وجل في الأمم المكذبة: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، عياذا بالله.
ما هي الأمة اللاعنة وما هي الأمة الملعونة؟ الأمة اللاعنة هي الأمة المتبعة، المتبعة التي سبقت في الكفر فكانت سبباً في استمرار الكفر بعدها وازدياده، فهذه ملعونة لاعنة، هي تلعن من تلعن من سبقها ويلعنها من بعدها عياذا بالله. انظروا ويلعن بعضهم بعضا. فما أشقى هؤلاء، والله ما أشقى هؤلاء، ليسوا هم في عذاب فقط وإنما هم في لعن فيما بينهم، يلعن بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: حتى إذا اداركوا فيها جميعا. ما معنى اداركوا فيها؟ اجتمعوا، اجتمعوا جميعا فيها. قالت أخراهم المتبعة لأولاهم المتبعة، قالت أخراهم المتبعة لأولاهم المتبعة: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار عياذا بالله. ولهم ضعف، لا شك أن المتبع أشد عقابا وعذابا من المتبع، لأن المتبع قد كفر وأعان على الكفر، فله وزره ووزر من عمل به أو وزر من اتبعه على عمله. قالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله: قال لكل ضعف. لماذا لكل ضعف؟ لأن المتبعون أو المتبعون، المتبعون يعني الآخرون، هم أيضا اتبعهم من بعدهم، فلهم ضعف مثل ضعف هؤلاء. يعني كل أمة تقول ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعف، فأولئك لهم ضعف بأنهم اتبعوا، وهؤلاء أيضا الآخرون لهم ضعف بحسب اتباع من بعدهم لهم، فالضعف لهم جميعا عياذا بالله. يعني كأن الله يشير هنا إلى أمر في عقابه في النار، أن الإنسان سيعذب عذابين: عذاب لكفره وعذاب لتسببه في كفر من بعده، وكذلك حال المؤمنين. فالمؤمنون الذين آمنوا بإيمانهم فقط لهم عند الله أجر عظيما، ومن كان سببا في إيمان غيره فلا شك أن له من الأجر والثواب مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالدال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخير كفاعله، فهو فاعل للخير والإيمان والصلاح والعمل الصالح وآمر به. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عاملا بالخير داعيا إليه، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا وعمل وقال إنني من المسلمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل عن في خطاب أولئك الأولين للآخرين: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، يعني زيادة، كلنا سواء في هذا العمل والكفر، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بما كسبته أيديكم. ثم قال الله في عقاب، في ذكر حال تيئيس الكافرين من دخول الجنة، يعني بعد أن ذكر الله تعالى حالهم في النار أيسهم من الرحمة وأيسهم من النجاة عياذا بالله. والله يا أخي إن إخواني إن هذا شدة في العقاب، يعني هو بعد أن وقع في العذاب وهو في لعن، يبين الله عز وجل له أنك لن تخرج منها وأنه لا سبيل لك إلى رحمة الله وجنته. إن الذين كذبوا بآياتنا، قال واستكبروا عنها، لاحظوا التعبير بقول استكبروا، إشارة إلى من اتبع الشيطان وحزبه، الصراع بين الحق والباطل. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح. لماذا؟
لأرواحهم ولأعمالهم، كما في حديث البراء الطويل الذي فيه أنه يصعد به إلى السماء فتغلق عنه أبواب السماء عن أرواح الكافرين. فهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هؤلاء الكافرين لا أرواحهم ولا أعمالهم ولا أجسادهم تنال رحمة الله عز وجل وجنته ونعيمه، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل وهو البعير الكبير في خرم الإبرة. وهل يمكن ذلك؟ مستحيل، إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. لكن الله هنا ذكره بما عرفه العرب وما عرفه الناس من الاستحالة، وهو أسلوب يعرفه العرب في قضية المستحيل، في ضرب المستحيل. فقال لا يمكن دخولكم الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تيئيسا لهم عياذا بالله، تيئيسا لهم من دخول الجنة. ومعنى قوله حتى يدخل الجمل، حتى يلج الجمل، وفي قراءة الجمل أو الجمل، وهو الحبل الغليظ جدا. فالجمل هنا قيل هو معناه البعير الكبير، وقيل هو في معنى القراءة الأخرى الغليظ، الحبل الغليظ. وكذلك نجي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين عياذا بالله. لاحظوا يا أخواني، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني النار مهادا لهم فراش، وهي غواش يعني تغشاهم غطاء عياذا بالله. أن لهم أن يناموا، هذا لا يدليل على أن أهل النار لا ينامون، وأن لهم أن يناموا في هذا العذاب العظيم، من تحتهم مهاد وفراش ومن فوقهم غطاء غواش عياذا بالله. وكذلك نجزي الظالمين. نسأل ربنا عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ووسوسته وكيده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.